أقامت ICC مؤتمر للتسويق الرقمي بهدف تقديم خدمات تسويق المحتوى عبر الإنترنت كجزء من رؤيتها، واستضافت نخبة من الخبراء في مجال التسويق الرقمي لإثراء خبرات العاملين في مجال التسويق الرقمي بالأردن. واستضاف المؤتمر نيل باتيل لإطلاع المشاركين على أفضل الخبرات والتطورات في هذا المجال الحيوي المهم. هذا المؤتمر الثاني اللي الشركة بتقوم فيه بدعوة من خبراء عالميين. اليوم معانا نيل باتيل، هو واحد من أفضل 10 مسوقين في على مستوى العالم، وواحد من أفضل 10 شخصيات مؤثرة على الإنترنت. الديجيتال ماركتينج وين رايح، بأي اتجاه، كيف نقدر نحسن من مستوى المحتوى، كيف رح يكون المحتوى الشركات والمهتمين اللي عم بيسجلوا فيه هو محتوى شيق عم بيكتبوا أكتر، وبالتالي بيقدر يساعدهم في الأرباح السنوية. تأسست شركة ICC عام 2015، وبتهدف لتوفير حلول استراتيجية وتحقيق التواصل بالمجتمع، وبتسعى جادة للتميز في مجال عملها وتقديم المؤتمرات بمستوى عالمي واستقطاب أفضل المتخصصين العالميين وتقديمهم للمهتمين بهذا المجال في الأردن والدول العربية. So today in Amman I'm going to give a workshop. I'm going to teach people here content marketing. Now the population in Jordan isn't large, but the population in the whole region is very large, right? Like in the Middle East, there's so many countries and people here in Jordan, they have a lot of amazing skills, like they're good managers. So I'm gonna teach them how to market, not just in the Amman or in Jordan, but I'm gonna teach them how to market globally in the Middle East and how to attract more customers and business and revenue without spending a lot of money on marketing. يعتبر نيل باتيل هو أحد الرواد المميزين في مجال تسويق المحتوى، وبيقدم باتيل مساعدات للشركات والأفراد من خلال كتابة محتوى ذا قيمة استثنائية، وبيقدم طرق إنتاجية كبيرة وعروض مذهلة بتحقق قفزة نوعية ونتائج غير مسبوقة في التسويق.